السلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير. قناتي هي قناتكم، انتما تتشوفوا فيديو ديالي، فيديو جديد على القناة بمناسبة العيد. الله يدخلوا علينا بالخير وبالصحة والسلامة، الله يبعد علينا هذا المرض. المقادير سهلة، التحضير سهلة جدا وتجي يا سلام. المقادير هما 3 المعلق الزبدة اللي ذوبنا، 3 المعلق ديال الشوفان، معلق كبار. عندي الزنجلان هذا باش نزوق به، الا عندكم شي حاجة اخرى تقدروا تزوقوا بها. عندنا التمر مي ما غاديش نديرو كامل، وعندي فواكه جافة، عندي بيسكوي اللي فيه الزبدة، وعندي كاكاو، عندي كاس كبير ديال كاكاو ذوبته مع الحليب، وعندي معلقة كبيرة ديال ماء الزهر. المهم نوريكم، هذا هو اللي درت، الفواكه الجافة من جوج الأنواع. المهم غادي نشد دوك فواكه جافة، غادي نقسمهم على جوج، الى المهم الكبار اللي مقصو كبار. سمحوا لي، والتمر تنشدو تنقطعو لي بوتي مخصو، المهم مخصوات صغار. كيف تتشوفوا التمر ما درتوش كامل، مع كتير درت فيه غير داكشي اللي خاصني. وعندي لي بيسكوي ديال الزبدة غادي نفرسو. وعندي الشوفان، وعندي الزبدة اللي ذوبنا، وعندي ماء الزهر غادي ندير معلقة كبيرة. وغادي نخلط مزيان باش الزبدة والماء الزهر يدخل فيهم كاملين. المهم نخلطو مزيان.
فاش خلط داك الخليط غادي ندير غير شويه ديال الشكلاط، الا خاصني غادي نزيدو. وعندي العسل، غادي ندير واحد المهم واحد جوج معالق كبار. كما تتعرفوا الكاكاو راه شويه مر، وغادي نخلطوا كل شيء. وغادي نخليه شويه يرتاح باش يشرب داك الشكلاط. هاني رجعت لكم، انا تندير لهم الزنجبيل بحال هكذا. الا بغيتو ديروا الكوك حتى هو تقدروا ديروه، ولا تزوقوا بشي حاجه اخرى على حسب نتوما اللي بغيتو. انا داكشي اللي موفر عندي، عندي غير الزنجلان. المهم فاش نوجدوهم غادي نخليهم ليله كامله في الثلاجه، ولا كنا زربانين المهم واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع ونقدموهم. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك، والناس الجدادين حتى هما مرحبا بهم عندي. وشكرا بزاف لخوتي خواتاتي اللي تخليو لي الكومنتير الزوينين. عيدكم مبروك، بسلامه خوتي خواتاتي، المرة القادمة إن شاء الله.